ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر ابو فيديو جديد. فيديو النهارده يوسف جوكر ارض الماء. اوكي، عشان انا اول 30 ثانيه ما ينفعش في اليوتيوب ان انا اشتم على فكره. اوكي، معلومه للناس. اوكي، ف انت اكيد هتعرفه من المكتوب. اوكي، مش لازم اقولها. اوكي، هو هيقولها في الاغنيه. ما علينا، خلينا نخش على طول الاغنيه عشان دي كتبت لي كتير فشخ. وده يوسف الجوكر، مش احمد ناصر. الفانز بتوعه، اعوذ بالله بجد. ما علينا، خلينا نخش على طول الاغنيه. يلا ليتس جو. لما وقعت انا حفستك، مشاهدك بلاستيك وهشتك بشتك، مسكتك تلعب تشبه لك هزل سن بس كلام فستك. سمعتك بتنزل في الطبل محدش بينافسك، عقبة منطقتك كترت كلها واقفة تنور على سيرتك. بس انا ديك وانها كده من حضرة منها جيبها 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 في اللي جيب سلاح غبي ام هابي ام هاش بزاي يركب شوية دور عارف اني كل ما ماشي بطريقة لا يميكي تلعيش انتو المهوة مش صديقي نقطة. اوكي مش عاجباني. انا عارف ان هو ديس، عارف. اوكي، هو كان مكتوب اصلا بس طريقه. اوكي، خلينا نكمل. كم ولا واحد فيكم عمل بوم كل يوم كلام بلاش يزوم يروح يجي كل مكان هنا سيحنا دينا كل ولاد سيحنا كل حاجه بين ايدينا. طب لو رقم شغلنا هاتوا هنا فيلو فيلو على عيني فيلو عسي فيلو وجه كل خوانا تفضلوا دينا بلا خالي وغيره غيره بالمواد فيلو دي غطار اصابته وسط طبل في بيته. انا عارف اني حريف غالي بيت حريف غالي في كوري شوارك بلد تخرب المكان سري بتقول لي اسامي اصحابك ليه؟ طب بنشا وتك في الدس في بيقارنوا بكتبك عشان يشوفوا لمة خوانت قد ايه. لسه لو ولا تراك اتاك في الدس في بيقارنوا بكتبك عشان يشوفوا لمة خوانت قد ايه. توباك ما جابش لسه لو ولا تراك اتاك مين جاب يدفع يو ار حكاك بتختصب حريم السلطان. طب ما تاخدني اختصب معاك يا رب اسكندريه زهقنا منكم. طب ما تاخدني اختصب معاك حكاك بتختصب حريم السلطان. طب ما تاخدني اختصب معاك يا رب اسكندريه زهقنا منكم. رئيس نيجا الكون كفتكو اسكندريه فوق من شعبي يا زوق لكن رب واخدين على عينكم. مهما تعملوا برضه ونخفر يلي عشتكم فر وكرب في نفس الميعاد ثانويه لازم تيجوا تاخدوا لكم الكربه. كنتوا جيتوا من البدايه قلتوا هاتوا تنطيط وبلاش تماحيك كلاكيك مخانيس يا مضبب رابك الشيك. طب نلف الخشم خلوي على الشيك جو يا عك يا استسخار يا يانجي تعزف بالسر صار عفريت اللي جالي لحد البيت ومالكش فيه ده كلامكم بره. بيجوا لي عمياني اسايبنا في حلاونا تاني سيبك من الجمباز ونلعب باسكت بالدوني لحد ما اموت افضل كابوس اللي عشان كده اسم الاغنيه كده. اوكي صار عفريت اللي جالي لحد البيت ومالكش فيه ده كلامكم بره. بيقول يا عمياني اسايبنا في حلاونا تاني سيبك من الجمباز ونلعب باسكت بالدوني لحد ما اموت افضل كابوس اللي كل فريق فيكوا بيحلم بيه. ما بقاش غير تاني وصاب العلمه لكل الناس بتعاملوه في الميل بعد تراك فاكس من اجمل كورتي جوالا. ما بقاش غير تاني وصاب العلمه لكل الناس بتعاملوه في الميل بعد تراك فاكس من اجمل كورتي جوالا تاني. زاب اسكندريه كله موقف روني خالد الغندور تعالى ما شكك من ابداعك في الكتابه غيرت اسم ليبل كده كده انا هنا ليه مشكله فواكبكوا على قوافل كلام بيلعب كل كاتب مساوي كحسابه على قده فتح ما في عياله شاب المنكي حب فيها فندي لما بالعرر وبيشرح اكواله الزومبي بفكر يجي علينا لا انا جاهزين وجنالو والتاني يانج دي او نايكي شكله معاك زي رابو عارفين هنا كله عارف انا ايه بقى ادور عليك اكلم فيهم اغسيل لان هنا المارد واشعب ادور بتلعب على الفانزي وتعميل دنيو كري الام بي 3 قرر يقلد اف 3 عمل الفيديو بنفس الصوره والذكرى فشل قال لك نخفي ويا ابن اخي انت دخلك ايه فكك مش بنوزع لحمه انك تهاجمني اكبر دليل على ان قراش ادفع اي زحمه قلت اني كنت بشير لك. طب بما اني كنت بشير لك جاي بتخلى نفسك ليه ولا ماشي بقانون مش اللي دراك قلب محتاجه تسترجل. هو بيدس ده بيدس مجموعه كامله ولا هو بيدس؟ انا الى حد ما اللي هو انا خايف يكون بيدس القاهره ذات نفسها اللي هو ايه انا قهراوي اللي هو في ايه في ايه. انا مش عارف هو بيدس مين بصراحه بس مش عارف انا حاسس ان هو فعلا لان هو سكر اسكندريه فاهم مش عارف انا في كلمات اللي هو قادر القطها وفي كلمات مش عارف القطها فده اللي مخليني مش قادر افهم هو بيتكلم عن مين بالظبط. ويانج تي تقريبا انا سمعته تقريبا لا ما اعتقدش مش عارف بس هو عمال يجي في سيره ناس كتير قوي. اوكي مش فاهم اي حاجه حرفيا بس انا في كام
كم حاجة ايه اللي عجباني؟ لا زي العب باسكت مش عارف مسخرة. بالراب بديكم الرجل، انا عندي صاروخ عندكم والسيكل كريم وهلبس كل الدين. شفتك بتقول هتعديك البيت، كلام مكسح بيجري عرج، عمك لواء هظبط بنته واخليها تندها لك فرج. احنا فوق بدماغنا مش ببلدنا، مش الا في هيئه احبه، فاكر انه بقى جوني ديب علشان بقى متسيط على القهوه. ارجع صلوا على النبي، الفن بقى فهمان مش غبي، قرب شرق الفن مفرق من الحديد ومن اللي شاور حق. طيب يوم العصب صفت لوني بصب صف السما واضح فوق الكلمات، وصفصفتكم بالدور بكلام كسور بكل قصور وهات. ده بايع الهوا انا باخع العوق، مريض الفكره انا عندي الدواء، الفكره انكم الا فاكره احلى ناخدكم سوا. مغزى القفاف مش هتفهموه، ممكن اجيلكم في شكل جاموس، اتحدى دندو شل الدندو ويفهموا كلمه من اللي فوق. احكي يا دندو على اسهر بركة عشان مش هذكر اسم البنت اللي كفرت وراها وحلقتلك عشان بقك قديت توالت. وتخش للبنات في الشات انا لينيو بنات، اسمع كراكات وشوف انت الوهات، انا مجنون وعندي شعر ساعه بتروح وبتيجي ساعات. انا لخبط انا شخبط انا عبط، دخل بشله بتتنطط، وده كله كلام بيستك ولا يوجع زي شله ولا لون ولا منظر. مش عارف تضرب ليه مكسوف ولا ربك مريض بالحوالي، الكفه دي فيها لوحده بوالي التانيه فيها شابه وخوالي. بتسيب نفسك بالريسبكت ودي بالحوالي، الكفه دي فيها لوحده بوالي التانيه فيها شابه وخوالي. بتسيب نفسك بالريسبكت ودي بنشر الف يو اديس بيت، ولا اسم من اللي قلته في الدس يملى عيني عشان اتخض. بيرب صيغه بنت وفرق كام قال بكيفاهم يا لوكي، مين القرد اللي حتى صورة على الفيس يا هانم؟ اسكندريه عامله اوكازيون براب حيوان وبراب كرتون، قرب تدخل جروب الواتس لكن تسمعها تموت مبسوط. نتاته بجد كلها في الحب وفي الوحده وعلى قدر الزمن. اتاه اتاك ابو توت خولان عديك بسيسانه بيقول انا وانا اتاه تجعين لناس معجزه، والجديد بيغني بعرق النسب الفسب انا وانا عديده وسموها قلعه المعرسه. ولا في كلامك ولا واقف في السوري يا ابو بتدس عليا انا ولا بتدس على المعرسه؟ ولا في كلامك ولا واقف في السوري يا بوجي يا بوجي بتدس عليا انا ولا بتدس على جمهوري يا بوجي؟ دول مش كرتون يا لوفي يا لوفي، مالهمش بالخيشن روح ليه؟ طب لا هو لي لا فكرتون او تير او اسد، اكيد في ناس كرهان للابد، حتى الله اختلفوا عليه فنكسب كل الناس مش هدف. ما تبقاش دي حلبوع على سيسان. حلوه الحته دي للابد، حتى الله اختلفوا عليه فنكسب كل الناس مش هدف. ما تبقاش احنا مش هدف ابو على سيسان، احنا اغرب بالنسبه للفان. بط عريس كلمه مش ورده غير بس في قاموس الخسرانك من وجودي واقف سوقهم، خلوك الامل اللي سوقهم، لو دقر البط اللي في السطح نطوا فسق فسيحوا تحرقهم. كل سنه بستناكوا بتيجوا تلاقوني في قاموس، انا مستنيكوا لو عطنتيت لو عطختيت وهبتلهم حياتي زي اوغستروس. كل كلامكوا عندي اشاعات بكره تقولوا ما فيك فندتا، شويه امينيم شويه كلاي محسسني يا راب واني ما فيكك انت. بكره تقولوا ما فيك فندتا، شويه امينيم شويه كلاي محسسني يا راب واني ما فيكك انت. عايزين تلفوا شو الاشاعات، هقلع هدومي ومستنيكوا، اجري وراكوا مالتو في الساحه اللي هقفشوا منكوا هنيكوا. مش محتاج على فكره الفيديو ده من قناه مش معروفه، والقناه مش عارف فيها 100 وحاجه سبسكرايبر حاجه زي كده، بس مسخره. انا هعمله سبسكرايب الواد ده في الاخر. عدومي ومستنيكوا، اجري وراكوا مالتو في الساحه اللي هقفشوا منكوا هنيكوا. مش محتاج رابر في صفي، بتقولي بخش فيه واصفي، لو ما خسرش كان ما رجعش، جيم اوفر يا شنو يا مقصي. انا كده عامل لكم كل حاجه بتحبوها، روح نشوف حاجه تانيه غير الراب تعملوها. ممكن تعملوا توك شو تعريس على ابو زي احمد موسى، شير على شمس اضغط لايك لو متباني، لو حالك افضل منهم بعبسهم في السيلفي. مش كلك في تركاتك علشان بتحيطوا على بعضكوا، بتشتم الفان طب لاجل الفان، انت واللي معاك قصهم بحط اديب دماغي في مؤخره الزمن وعيش لقبالي. بعمل منكم قصص نجاحي عشان تتكتب في كتاب حياتي، احسب لكن بقول مزيكتي وعيله الفن اصحابي كلماتي. وعلى فكره ما عنديش جمهور، انا فكره وكل هقولها اخواتي زي الكوتشي، انا بفنطكم وانا بعمل على البيت بلطتكم، صبتم بقتم وقتم وارحموا ظهركم من اننا نركبكم. شباب الجبهه دي ظابطين المعاش سنويا شكلهم بقيت. دينا امي. انا اول مره اسمع شتايم كتير قوي كده. هو حد رد عليه؟ دي السنه بيعانوا من الدوره الشهريه، اجيب مواسير الميه العموميه لاسكندريه وصلها بميكروفوني ونزل لهم الديسات من الحنفيه. تعرف تعمل كده؟ لا بعدي الاحسن هابي ميكروفوني ونزل لهم الديسات من الحنفيه. تعرف تعمل كده؟ لا بعدي الاحسن من كده، انصافي الموهوبين بيعايروا الناس مع ان مفيش موهبه. كده كده انا هنا عامل كل ده، فانا مش محتاج ان اعمل كده. يلا عاد واروح اعمل شبه. استنى انا هعمل الواد ده لاني تقريبا هو اللي عامل
186. اسمه علي احمد، برنس فشخ، احسن ديس راب لحد دلوقتي يا ابني والله. فعلا فعلا انا في البدايه ما كانش عجباني، بس النهايه جامده فشخ. اللي هو انا عايز اقرا كومنتات، استنوا. اوكي انا قريت شويه كومنتات. اوكي بس هو اول كومنت ده انا معاه. اوكي هو واخد برضو ده، واخد لايكات اكتر من السبسكرايب اللي موجود على القناه بتاعت الراجل ده. مصدوم فشخ. اوكي انا هو تقريبا هو علي احمد ده هو اللي عامل الفيديو للاغنيه دي. حلو فشخ. واخد 3000 لايك. اوكي خليني انا اكون واحد منهم برضو. انا مش عارف هو يعني انا ما اعرفش يوسف الجوكر كان بيشتم. هو بص هو لو دس على القاهره اوكي وانا كهربي، بس يعني بصوا المفروض هو شتم كتير فشخ. انا بعمل لايك عشان ضحكني بصراحه. كلام مسخر، كلام مسخر. حتى لو بس على القاهره بس صباح الفل. مش هاخد الكلام عليا. اوكي اللي على راسه بطحه بقى ياخدها عليه بقى، انا ماليش دعوه. انا ما اعرفش اذا كان هو بيتكلم فعلا على القاهره ولا بيتكلم عني. انا بقول جايز جاي ما معرفش. اوكي بس ديس انا اول مره اسمع شتايم كتير قوي كده، فاهم؟ اللي هو في اغنيه واحده 5 دقايق و50 ثانيه، بس انا استمتعت. اغنيه في الاول ما كانتش حلوه خالص، بس في اخر جزء اللي هي بعد العب باسكت بالضاني دي بعدها، وانا في متعه تامه، فاهم؟ اللي هو ضحك وكلام. انتوا شفتوا. اوكي ما علينا. اتاريه كانت بتتكتب لي كتير قوي. عرفت ليه؟ عشان هم الناس عايزه تشوف اذا كنت هضحك ولا هعمل ايه في الشتايم دي. اللي هو اوكي الحاجات المضحكه اوكي ابعتها لي. اوكي انا هعمل أوي. بس اكتبوا لي جنبها هتتفشخ ضحك، بس يعني زي الاغنيه دي اكتبوا لي كده جنبها هتتفشخ ضحك. ما علينا. ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.